بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة ميني تارت الفواكه بطريقة بسيطة جدا جدا، ومكونات موجودة في كل بيت، وطريقة تحضير سهلة جدا جدا. بس قبل ما نروح للطريقة والمقادير، ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا اول حاجة عندي هنا في المقادير نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، مش زبدة دايبة ومش زبدة ساقعة خارجة من التلاجة زي ما انت شايفة بالشكل ده. نص كوباية الا معلقتين اتنين بالزبط، نص كوباية الا معلقتين اتنين بالزبط. وعندي كمان كوباية ونص من الدقيق، ونص كوباية من السكر بودرة، وبيضاية ورشة ملح، ورشة من الفانيليا، وربع معلقة من البيكنج باودر. اول حاجة عملتها زي ما انت شايفة الزبدة، ضربتها كويس قوي كده لحد بس لونها متغير شوية، وبعد كده هنزل عليها بالسكر البودرة. يفضل سكر بودرة علشان خاطر السكر له حبيبات مش سهل ان هو يسيح في الوصفة دي، فالافضل ان انت تعمليها بسكر بودرة علشان تديكي نتيجة مظبوطة. هفضل اضرب في الزبدة والسكر لحد السكر ما يختفي مع الزبدة، وبعد كده هبتدي انزل بالبيضاية. زي ما انت شايفة كده بيبقى القوام، ادي كده معايا بيضاية هنزل بيها على المقادير، وهضربها كويس جدا. ومعايا كمان ظرف من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة يبقى نص معلقة من الفانيليا السايلة. تمام كده هخفقها كويس، وبعد كده هنزل بالدقيق تدريجيا، مش هنزل بكمية الدقيق مرة واحدة علشان خاطر العجينة ما تنشفش منك لو الدقيق من النوع اللي ما بيشربش سوائل او العكس. انزلي بكمية الدقيق واحدة واحدة علشان تشوفي الدقيق محتاج منك ايه بالظبط. انا كمية الدقيق اللي معايا دي احتاجت عليها كمان معلقتين من الدقيق، ادي رشة الملح وربع معلقة بالظبط من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة. والدقيق زي ما قلتلك هنزل بيه تدريجيا. في المرحلة دي بقى انا مش مضطرة ان انا استخدم المضرب اليدوي، اول ما العجينة تتقل معاكي كده هتشيل المضرب وتبدأي بعد كده تلمي العجينة بايديكي علشان تحسي ملمس العجينة محتاجة تتعجن تاني ولا لا. الملمس المظبوط للعجينة ان هي تبقى في ايديكي ما بتلزقش كده. انا اشتغلت بايديا زي ما انت شايفة، خلصت كمية الدقيق اللي معايا، واحتاجت كمان معلقتين من الدقيق لحد العجينة ما تلمت معايا. ممكن انت ما تحتاجيش، لو معاكي نوع عجينه مختلف او نوع دقيق مختلف ممكن ما تحتاجيش لمعلقتين الدقيق دول، المهم توصليها للقوام ده. بعد كده هشيلها في التلاجة تستريح قبل ما اشتغل بيها. كده بعد ما شلتها في التلاجة حوالي ساعة، جبت عندي هنا بقى القالب اللي هعمل فيه قالب الكب كيك العادي اللي انا هعمل فيه الميني تارت. دهنته كده بقلب الزبدة، وبعد كده جبت العجينة فردتها، وباي قطاعة دائرية صغيرة هعمل منها قاعدة تتحط في التارت بتاعي من تحت او في القالب بتاعي من تحت زي ما انت شايفة بالشكل ده. وكوني حريصة جدا وانت بتتعاملي مع العجينة دي عشان العجينة دي بتتكسر بسهولة، فعلشان ما تغلبكيش في الشغل. تمام كده انا كده جهزت القاعدة، هبتدي بقى اجهز الجوانب بتاعت التارت بتاعي. جبت حتة عجينة كده فردتها وسويتها كويس قوي، وقطعتها شرايط علشان ألفها حوالين الجناب بتاعت التارت بتاعي. الطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، بس العجينة دي بالذات محتاجة حرص شوية وانتي تتعاملي معاها، ويفضل ان هي تكون ساقعة علشان تكون سهلة عليكي في الشغل وما تتكسرش بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انها تتكسر دي مش حاجة، مش مشكلة ابدا، انت هتلميها لان كده كده هي لما تدخل الفرن وتستوي كل ده مش هيبان. زي ما انت شايفة كده لميتها بالمنظر ده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده بقى بعد ما اخلص الكمية اللي معايا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. بس قبل ما ادخلها الفرن اعمل بالشوكة زي ما انت شايفة بالمنظر ده، لازم اجوف او اخرم القاعدة بتاعتها علشان خاطر ما تتنفخش. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، وزي ما انت شايفة مستوية واخده لون ذهبي كويس قوي من فوق ومن تحت.
بعد ما خرجت القوالب زيني بقى زي ما انت عايزه. احنا متفقين ان هو تارت بالفواكه زي ما انت عايزه، عايزه تحطي شوكليت بس مفيش اي مشكله، هيبقى حلو. عاوزه تحطي كاستر، عايزه تحطي كريمه، عايزه تحطي قشطه، يعني الاختيارات قدامك مفتوحه. انا هنا هحشيها بالفاكهه زي ما انت شايفه، بس زينت التارت كده من بره، حرف التارت من بره بشوكولاته وبمكسرات، وبعد كده حطيت المانجا اللي معايا. وطبعا هزين بقى الطبق بتاعي باي حاجه زي ما انت شايفه بالشكل ده. عندي هنا معلقه من القشطه هحطها من فوق التارت، وحطيت شويه كريز وشويه مكسرات بالشكل ده. دي كانت وصفه النهارده، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. هي سهله جدا وبسيطه جدا جدا، وطعمها تحفه جدا جدا جدا. انا عن نفسي هاكل، وانتوا تقوموا بقى على المطبخ علشان تعملي الوصفه الجميله دي. دي كانت وصفه النهارده، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا ليكم. سلام عليكم ودمتم سليمين يا احلى متابعين.